من شرم الشيخ بينضم لي الأستاذ محمود سعد الدين، رئيس تحرير موقع برلماني. يقول لنا كده إيه آخر الأخبار من هناك. أستاذ محمود أنا برحب بحضرتك، وتفاصيل أكتر عندك تفضل. أهلا بحضرتك أستاذ شريف، وأهلا بكل السادة المشاهدين. أنا مش عارف هل حضرتك أذعت خبر أنه أو وصل لحضرتك أنه رئيس البرلمان العربي بكى خلال كلمته عن سوريا ولا لا؟ أعتقد إنه ده المشهد الأساسي اللي بيسيطر اليوم على اليوم النهاردة. السيد أحمد الجروان في بداية كلمته النهاردة في افتتاح جلسة البرلمان العربي، والصراحة دي كانت كلمة مؤثرة جدا. استفسر في عدد من القضايا المختلفة، ولكن جه عند سوريا وبكى، ويعني كان صوته واضح جدا إنه بيبكي، وإحنا صورناه حتى فيديو هو بيبكي وتحدث عن سوريا وتحدث عن الشعب السوري وتحدث عن المجتمع الدولي اللي بيترك سوريا وتحدث عن عمليات القتل والقصف والضرب المستمرة دائما في حلب والمدن المختلفة السورية. وجانب من الحديث أو عندما كان يتحدث بهذه الطريقة وهو يبكي، ده يعني أثر كثيرا في نفوس عدد كبير من النواب، ويعني الرجل لم يتمالك نفسه، وأعتقد ده كان مشهد مؤثر جدا النهاردة ومشهد حاكم في اليوم. يعني لو جينا حطينا عنوان لهذا اليوم أو لهذه الجلسة، جلسة البرلمان العربي اليوم في قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، فهي جلسة بكاء على حال سوريا من رئيس البرلمان العربي. لكن زي ما حضرتك اتكلمت من شوية، انه للأسف الشديد كل المجالس التنفيذية العربية سواء جامعة الدول العربية او برلمان عربي او كلها بتنتهي في قراراتها او في اجتماعاتها، او كلها بتنتهي في اجتماعاتها ومناقشاتها الى توصيات وليست قرارات، وبالتالي كل ما ينتج من اي شيء في اجتماعات عربية على مستوى الدبلوماسي او السياسي او البرلماني هي بتنتهي إلى توصيات وليس قرارات. فبالتالي هذا البرلمان العربي بكل النواب المحترمين الأفاضل وبنائبه السيد أحمد الجروان الرجل اللي بكى النهاردة، للأسف الشديد هم حاسين إن هم مش قادرين يعملوا حاجة لسوريا، حاسين إن هم مش قادرين يتحركوا لسوريا. فده المشهد الأول اللي كنت حابب أتكلم مع حضرتك عليه.